بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل تاني جزء من الـ Unity Action Solution. مش هنمشي بترتيب الورق، احنا هنحسب دلوقتي الحاجة اسمها الـ Delta G star، في star فوق يعني Activated Complex، تحت اسمها ES اللي هي Electro Static. طيب احنا عارفين ان DH star Delta H star، انا اسف، Delta H star، دلتا اتش ستار كلها توتال بتساوي مجموعتين، دلتا جي ستار ان اي اس نون الكترو ستاتيك. دلتا في لازم في دلتا الاول، دلتا جي ستار اللي هي فان ديفالس فورس، دي مالناش دعوه بيها، دي هنخليها دلوقتي. في عندنا جزء تاني اسمه دلتا جي ستار، دلتا جي ستار الكترو ستاتيك، الكترو ستاتيك دي اللي هي ايون ايون، مختصه بالايون ايون اتراكشن، مختصه بالايون ايون اتراكشن. يبقى دلتا جي ستار دي مجموع دلتا جي نون الكترو ستاتيك زائد دلتا جي ستار الكترو ستاتيك. طيب ازاي احسبها؟ احسبها هنبتدي الرسم من الجزء دوت اهو، ركز في الجزء ده كويس جدا جدا. هجيب اتنين ايون A و B، هجيبهم واقسم كورتين واقول ان المسافة بينهم اسمها انفينيتي، اسمها انفينيتي، والشحنة بتاعت A اسمها زد A اللي هي زي الشحنة بتاعته زد A في ايه، اي حاجه لازم اضيفها في ايه. ده كل ده جزء واحد بس عشان ناخد بالنا من الحته دي، مسافه بينهم انفينيتي، والايون التاني اسمه بي، الشحنه بتاعته اسمها زد بي في ايه. تمام، دي هعمل زي علامه اشاره عكسيه كده اهوت، هوصلهم، هعمل شغل عليهم، هوصلهم ان هم يبقوا كونتاكت مع بعض، والديامتر بتاعه هسميه دي اي دي اي بي دي اي بي دي اي بي ديامتر اوف اي اند بي، اللي هو الريديوس بتاع الاكتيفيتد كومبلكس، ريديوس بين قوسين ريديوس اوف اكتيفيتد كومبلكس. تمام قوي. دلوقتي احنا عارفين ان هي الدلتا جي الكتروستاتيك ديت اساسا مفهومها ان هي اسمها الورك دان، الورك دان يبقى اسمها الورك. يبقى انا همسك كلمه الورك دي وابتدي اشتغل عليها من الناحيه التانية. انا جبت رسمه ورسمتها وهقول ان الدي دبليو اللي هو دي دبليو بتساوي ناقص، لازم كلمه ناقص، اف قوه في دي اكس في المسافه، اف دي اكس ناقص اف دي اكس. يبقى احنا قلنا ان الايه الشغل دي دبليو، لازم دي دبليو عشان هيحصل فيه عمليات تكاملات وحاجات زي كده، بتساوي ناقص، لان كل ما اقلل المسافة كل ما الشغل يزيد اكتر، ناقص اف فورس في دي اكس. حلو اوي، حلو جدا. تمام، طب وبعدين هكمل على نفس بقية العلاقة ديت. يبقى معنى كده ان الشغل اللي هو بيساوي ايه بقى؟ دلتا جي الكتروستاتيك ستار اهي، دلتا جي الكتروستاتيك ستار ديت بيساوي ايه؟ بيساوي اف ناقص اف دي اكس، بس هضرب فيه ان اللي هو افوجادرو عدد افوجادرو، لا افوجادرو نمبر، يبقى هضرب في ان، يبقى ناقص ان اف دي اكس، ناقص ان اف دي اكس، ناقص نف دي اكس، ناقص نف دي اكس. حلو قوي قوي. طيب حاجه تانية، طب ايه هي القوه؟ القوه اللي هي جايه من قانون كولوم، ده قانون كولوم، قانون كولوم. القوة دي بتساوي ايه؟ اف
بتساوي زد ايه الشحنة الأولى في الإي بتاعتها، في زد بي في الإي بتاعتها، حاصل ضرب الشحنتين هيديني إيه، يبقى زد ايه زد بي إي تربيع، جزء منطقي جدا، زي زد إي تربيع، زي زد إي تربيع بسبب قوة. على فكرة ده بوزيتيف ولسه مش يعني كل ده قيمة موجبة، كل ده قيمة موجبة. قيمة موجبة حلوة أوي. ده بالبسط، ده البسط، الجزء التحتاني مربع المسافة، فيها مشكلة دي؟ أهو ده قانون كولوم. بس في المحاليل بيبقى في حاجات تانية اسمها 4 باي 4 باي، هزود ايبسلون نود في دي اللي هو البطل بتاعنا في دي، يبقى لازم ازود الترم ده 4 باي ايبسلون نود في دي، دي لازم احفظها 4 باي في ايبسلون نود في دي. يعني ايبسلون نود احنا ممكن ايه نحاول نعرفها، ده ثابت اعتقد، ثابت اسمه ثابت المحلول، ثابت المحلول ملوش علاقه بالداي الكتريك كونستنت. يبقى 4 باي ايبسلون نود في دي في اكس سكوير، ده كده احنا جبنا القوه عن طريق قانون كولوم، قوه عن طريق قانون كولوم. حلو قوي. طب ما انا عندي دي هعوبها هنا، يبقى دلتا جي الكتروستاتيك بتساوي ناقص ان اف دي اكس، ناقص ان اف دي اكس، جبت الاف اللي هي بتساوي ايه زد ايه زد بي في اي سكوير على طبعا ده موجب كله، زد ايه زد بي في اي سكوير على 4 باي ابسلون نود دي اكس سكوير، مربع المسافه اكس سكوير. هو ليه سماه اكس سكوير؟ لان ده فاريبل، الاكس هنا فاريبل، اكس سكوير اللي هو مربع المسافه. طبعا دي القانون ده في العموم، قانون كولوم ده في العموم، يبقى اكس سكوير، اكس سكوير. حلو قوي. طب انا عوضت كده حطيتها، هلاقي ان في دي اكس فوق واكس سكوير تحت، وكل دي الناقص ان زد ايه زد بي سكوير على 4 باي على 4 ابسلون نود دي، كل دي ثوابت، ثوابت على المتغيرات بتاعتي اللي هي 1 على اكس سكوير في دي اكس. دي المعادلة الرئيسية عندي، دي المعادلة الرئيسية عندي اللي هي ناقص ان زد اي زد بي سكوير على 4 باي ابسلون نود، 4 باي ابسلون نود دي اي بي، ده كل ده دلتا جي الكتروستاتيك على دي اكس. ده انا عوضت كده. طب انا عايز اجيب دلتا جي الكتروستاتيك لكل الايونات اللي في المحلول، يبقى هضطر اعمل ايه؟ هعمل تكامل. التكامل منين؟ من انفينيتي، لان انا قلت ان المسافه انفينيتي، انفينيتي عايز اوصلها لايه؟ لدي اي بي، لدي اي بي. يبقى كده هكامل، هيوصل لي ايه بقى؟ دي اكس على 1 على اكس سكوير، هكملها هيطلع لي نفس قيمة التكامل عكس التفاضل، يبقى التكامل هيديني ناقص 1 على اكس، التكامل 1 يعني. وبعدين هو بدل الإشارة، أنا ملاحظ إن هو بدل الإشارة، يعني خلاها، شال الإشارة السالب، راحت اتلغت بعد التكامل، بقى 1 على دي اي بي ناقص 1 على انفينيتي. ده التغير اللي حصل بعد التكامل. أنا عايز أركز يا ماجد على الأجزاء اللي هي المهمة، يعني كل دي ثوابت ما عدا الإشارة السالبة، ودي اتغيرت. يعني هو تقريبا هي كانت 1 على انفينيتي ناقص دي اي بي، هو خلاها 1 على دي اي بي ناقص انفينيتي. طيب 1 على 1 على انفينيتي دي بتساوي ايه؟ تساوي صفر. 1 على انفينيتي دي بتساوي صفر، يبقى معنى كده ان دي دلتا جي الكتروستاتيك هيطلع نذاذب ايتا سكوير
اي سكوير ان زد اي زد بي اي سكوير على 4 واي اف للنود دي اي بي في دي في الداي الكتريك كونستنت. هو الدكتور مش هيجيب في امتحانات ميد ترم بعد كده الكي والحاجات دي كلها، بس احنا بعد كده يعني ايه هنبقى عارفين ان في ايرنج اكويشن، ايرنج اكويشن اللي هي ديت ايرنج اكويشن ايرنج اكويشن اهي اللي هي كي ريت كونستانت، كي ريت كونستانت بتساوي كي تي على اتش كتعة على اي اس اي مش محتاجة نحفظها اي اس دلتا جي ستار على ار تي ناقص اي بتساوي كتعة اي اس ناقص دلتا جي على ار تي. طبعا اخد لنا الطرفين يبقى لين كتعة على دلتا جي ار تي، دلتا جي دي التوتال جبت منها اللي هي النون الكتروستاتيك والالكتروستاتيك والنون الكتروستاتيك، دي انا مش عايزها الكتروستاتيك، ودي كل ده الترم ده كله هسميه لين كينود ناقص دلتا جي الكتروستاتيك على ار تي. هعوض بعد كده في المعادله هيبقى اديني الترم ده كله اهو لينك ايه بتساوي لينك نود اللي هو لينك تي على اتش ناقص دلتا جي ان تي على ار تي، هزود هنا ار تي اهي وهعوض بالناقص بتاعتي اللي هي ناقص الموجوده في المعادله الاصليه، لكن دلتا جي نوت دي بوزيتيف دلتا جي دي بوزيتيف زازب زو على ان ار على 4 باي مش عارف ايه. حلو قوي. طب ان إيه ان على ار دي بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي كي ان على ار دي بتساوي ايه؟ بتساوي كي كي بتساوي كي نود ات انفينيتي ديستانس. لو دي بقت انفينيتي دي بي بتساوي انفينيتي هيبقى كل التيم ده بتساوي صفر، يبقى ايه الكي بتساوي لينك نوت. طيب هرسم، هو اخد دلوقتي المعادله خلاص وطلع الواحد على دي كده خلاها لوحدها كده ورسم كيرف ولقى ان السلوب بتاعه ناقص زد اي زد بي على 4 باي ابسلون نود في كي، خلي بالك عشان ده مختلف الجزء ده كي دي اي بي في تي، هنا مفيش تي دلتا سيستم في تي بتعتمد على تي. وجد بقى هنا في خاصيه فيزيائيه ان انا كده حددت الدي اي بي من سلوب من الرسم البياني، حددت سلوب حددت منه دي اي بي، دي اي بي حددته. طب الدي اي بي لو لقيت هو بالظبط الاي اي زائد ار بي يبقى كده في كونتاكت منه، يبقى في سولفنت داخل في الموضوع. لو الدي اي بي لقيته اكبر من الار زائد بي السولفنت يبقى في ايه سيبريتنج اكتيفيتد كومبلكس، سيبريتنج اكتيفيتد كومبلكس الحاجات دي كلها اعتقد مش هيجيبها، هو عايز بس يحسب قيمه اللي هي ايه اللي هو قيمه دلتا جي الكتروستاتيك اللي هي نت زد اي زد بي سكوير على 4 باي ابسلون نوت دي اي بي في دي. دي هي اللي هو عايزها واحنا كده حسبناها خلاص. شكرا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.